هاني يلا يلا مع السلامة. كفارة يا اخوي، كفارة يا حبيبي. يا ملاك كازين، بركة بركة انك بخير. اسكت يا ابو الدحب، الراجل بتاع الفرن طلع قليل الاصل، ما صرفش علينا ولا مالم، لا انا ولا مراتك. ما انا ما كنت تجيني السجن تقولش كده ليه؟ ما انا ما كنتش عايز اعكر دمك يا اخويا، كفايه الشده اللي انت فيها، ولا يهمك، المهم انك خرجت لنا بالسلامه. ايه يا جمالات؟ ايه يا جمالات؟ ايه لازم يعرف كل حاجه؟ ايه يا جمالات؟ انت حاجه تانيه خايفه كده على طول. انت غميت الراجل اول ما خرج ابو الدحب. مين هيعرف يتسال ابو الدحب؟ تهجم عليا انا؟ اروح. اه عملت جدع. قالوا الراجل ده لو اتسجن هيتقفل فيه. شيل قضيه الطمول وخد القرشين. برضه رفضت اخد القرشين يا حاج سيد. وانت بنفسك قلت لي هتفرق ايه؟ هيفرق السجن عن وقفه الفرن. الراجل ده هيصوم بيتك وابنك ومراتك. صامي يا حاج سيد. صامي يا حاج سيد. اصوم. قطع بوابك. عند ابو الدهب يا ابو الدهب خلاص ومخليني بتقول خالتي زينب ما جاتش النهارده ليه للجماعه بتوع الابراهيميه؟ الغسيل متلتل وصل للسقف. لو ام زينب ما بتشتغلش غساله نمشي. غساله يا زينب. لو النبي ما هو طب كنت هعمل ايه؟ ده هي الوليه ام خليل هي اللي كانت قاعده تغسل على الطشت. وبعدين الواحد انا بلع البطاطس قالت لي خدي الفمين دول مرضيهم يعني عقبال ما تجيب بطين عشان الولا زور ولحم. النبي ما تصغر لي كده، انا مش قد ظهرتك دي. طب كنا هناكل منين؟ لو النبي لو النبي ما تقول كده والنبي تهدى يا ابو الدهب. ما انت خرجت بالسلامه اهو، ده احنا هناكل من كدك وهنبقى كل الفل. يا النبي ما تعمل كده. امان عليك، بص 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 في وش الولا الولا عبد الجليل. بص بص قاعد زي الملاك ازاي؟ ايه سبحان الله سبحان الله يا ابو الدهب. شوف اول ما بصيت في وش الولا وشاكرة ازاي. ليه؟ ايه؟ ايه يا ولا؟ يا ولا ايه؟ ولا ابوك لسه خارج؟ يا ولا احنا ناقصين؟ معلش اصل هو على طول ما بيبطلش. انت انا هقول لك حاجه بقى، انت تخرج ايه من الصبح بدري تلف على المخابز؟ ده انت الف مخبز ومخبز ياخدوك يعني. عيد بقى. هات هي اللي جابالك كرشة النفس. لا وحياة النبي ما انت شاربها. ايه ده؟ عزيزتك مالها يا زينب؟ تقولش كده يا ابو الدهب، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب ده انت دخلتك عليا بالدنيا وما فيها. حياة النبي انا اول ما شفتك داخل عليا كده صدري ده بقى طالع نازل والله. وحشتيني يا زينب. ان شاء الله يخليك لي. وحشتيني يا النبي. بص طالع نازل مش قادر اخد نفسي والله. الله يخليك لي يا اخوي. وحشتيني يا زينب. ايه في ايه؟ جنبي. في ايه زينب؟ جنبي 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 بيعين عليا. لكن الدكتور؟ لا دكتور ايه يا اخويا، بلا دكتور بلا بتاع. هيروح يروح ان شاء الله يخليك لي يا اخويا. ساعة الواحد يبقى معدته كده فم المعده يبقى والله يا ابو الدهب كده يعني اشرب الحاجه تمسك. رجلي لا رجلي، ده انت لوي رجلي. استنى 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 وحيد ما تحت هتتكسر تخطيط. خلاص ما نعمل شاي زين. ها اعمل شاي. اعمل شاي دلوقتي. بس حاسب رجلي. ايوه انا هعمل الشاي. هتعمل ايه؟
برافو عليك يا ابو الدهب، العيش طالع من ايديك زي القطايف. عشان انت عامل حساب ربنا وتدي العجينه حقها، ربنا يغنيك ويغنينا من الحلال يا امين يا رب. سلامتك يا ابو الدهب. في ايه؟ في ايه يا ابني؟ لا معلش بقى دور كده يا حاج دور. لا الف سلامه. ازيك يا حاج؟ اهلا سعاده البيت. الشغل عامل ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ هو انت تاني؟ في ايه يا حضرة المفتش؟ انت ازاي يا حاج شغل واحد مشاغب زي ده؟ وعليه قضية تموين قبل كده، الواد ده ما شافش وشه تاني، مفهوم؟ خلاص اقلع يا ياض واتكل على الله. يا حاج انا شلت قضية تموين على الله. يا ياض اقلع واتكل على الله. والله العظيم بريء فيها يا حاج. مع السلامة. والله ده انا شايلها. انا عايز نتحدى الحكومة. وانا اقدر على الحكومة. يلا. دول يا ابني بيتصلبطوا. تعالى بقى وريني انت بقى اللي هناك. تعالى يا حاج. رخص يا حلاوة يا حلولة، خليها في الكتكتكة تملة. بلد رخص يا حلاوة يا حلولة، خليها في الكتكتكة تملة. شيال برخص، عتال برخص، فران برخص، عمار برخص، شالوا الشهادة وحطوا رخص في الكتكتكة تملة. بلد رخص يا حلاوة يا حلولة، خليها في الكتكتكة تملة. كتملة كتملة، قيام بلوس بلوس قيام، المري قال حطوا الاخدم ورخص بفلوس وفلوس برخص. خشبت مين؟ خشبت حبشي. حبشي مين؟ صاحب الخشبه. حبشي قال يا 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 غلبانين يا كحيانين. حبشي قال يا 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 غلبانين يا كحيانين. احلف بيه ما انتوش واكلين، جه لابسكك ملهاش تمن ولا شرف، يلا هاتوا لهم عسكري يضخهم في الكتكتة ملة. روق كده يا ابو الدهب واشرب الشاي، دي مش حالتك انت وبس، دي حالة ناس كتير، البطالة مالية البلد. اشرب الشاي وحسابه عندي يا جدعانة. طب انا اعمل ايه؟ صدرك فيه لبن ولا مفيهوش لبن؟ اعمل ايه؟ ايوه جاي. كل شيء بقى برخصه، قولوا له يرضى بالرخصه. يلا تعالى يا زينب تعالى. وادي حمو. ايوه معلمي. مين ده يا واد؟ ده واد جدع قوي يا معلم هريدي، وغلبان ضربه السلك على الاخر، واسمه ابو الدهب، خالي شغل يا ولداه بعد ما طلع من السجن. وايه اللي دخله السجن؟ محبه جدعانه للمعلم بتاع الفرن اللي كان بيشتغل معاه، واخرتها خد بالسليايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ده باين عليه واد مكسور، الناس هتاكل بعضيها. روح هات لي حجر للشيشه. من عينيا. تبرعت بدمك قبل كده؟ تتبرع بيه ليه؟ الناس لبعضيها بيه، انا قلت يمكن حد محتاج دم ولا حاجه، وانا عندي شويه دم زياده كده من كتر الغزل، فقلت يعني. ايوه بس انت شكلك هفتان قوي. ما تاخدش على شكلي بيه، انا شكلي كده صحيح، بس عندي دم يعني ودم حامي و... طب احنا دلوقتي بنركز على فصيلة الدم و... وانت فصيلتك ايه بيه؟ ودي مش مطلوبه قوي. هتنطلب بيه. احنا الموسم ده موسم حوادث وهتفرج باذن الله، وبعدين الفصيله بتاعتي هي فصيله الاغلبيه، يعني الناس كلها يعني. نفس حتى فيه الله يخليك، مراتي وابني مش لاقيين ياكلوا. طب تعالى. مالك مالك يا ابو الدهب، شكلك متضايق ليه؟ ابدا الحكايه مقفله معايا شويه يا جمالات، بعدين زينب والواد. ايه كان على عيني يا اخويا، بس انت عارف الراجل زيهم جوز، الله يخرب بيته، مشطب عليا اول باول منه لله. هو انا هلاقيها منين ولا منين؟ منك ولا من زينهم؟ خلاص 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 يا جمالات، انا مش عايزه زينهم يعيرني بيك، الهتبتين اللي بنزل ابيعهم برجع بيهم تاني. طب اعمل ايه؟ رايح فين؟
اقعد اشرب الشاي. يعني انت زعلت مني؟ قامت تعجب الوحشه دي، قامت تقرف. مرحبا منظر. اجدع من عشره زيك. استاذنك. مع السلامه يا بودة. زي اختك راح على فين؟ معلش يا دوب بقى. ولا قرفت من شكلها اللي يقرف؟ عيب يا راجل، الله يكون في عوني. روح انت يا بودة. بالك لو جوزتها يومين. روح انت، سيبك منها، ده راجل مجنون. هتنتحر. سلم على زينب والوالة. هعدي عليكم. مع السلامه يا بودة. اهلا يا وحشات. جاتك 60 نيله في ملفظك الوسخه. ابن ابن يا اخويا. اللي اداهولي كفوف. ما تقوليش حاجه، والهبتين اللي بعتهم خدت فلوسهم، عايز ايه تاني؟ يا شيخ ده روحي جبتك نيله. جاتك 60 نيله. الدره دي فلوس. شريخ مريخ يضرب الارض يطلع بطيخ. عليا اللي مستحمل قرفك، اللي ما جيت في يوم لقيتك عامله لي ذكر بط جوز الحمام حلوين. على ايه يا خاطره؟ على شويه ملوخيه، شويه باميه، شو 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 شو. شوف الراجل يخيبك وانت بتنام جنبي زي خالتي، مالكش عاده. جاتك القرف. شاب علمين. مرحبا ابو الدهب، انت فين يا جدع انت؟ بقالك ثلاث ايام ما ظهرتش، ده انا قلبت عليك الدنيا ومش عارف بيتك. خير؟ خير وكل خير، دي فرجت بالقوي. المعلم هريدي تاجر البني بالجمله شافك قاعد عندي، سال عليك ولما عرف ظروفك وافق انه يشغلك عنده. حلو بجد بجد ده بجدين. يلا بينا نروح له. قوم معايا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل لي يا أبو الدهب يا أخويا. أنا سليم. أنت بتعرف تسوق؟ أنا كنت بسوق في الجيش بس معيش رخصة. نعمل لك رخصة عشان تبقى تودي البن للزباين إن شاء الله وتكسب عيش بعرق جبينك. ربنا يستر معاك يا معلم. أنا حاسس إنك هتنفعني أوي. وأنا تحت أمرك. نبي ابن حلال أوي عم هريدة ده يا أبو الدهب. أوي أوي يا زينب. بيحبني ومؤمن لي. صدقي اداني 10,000 جنيه اوصلهم للمستورد البن. شوف الامله دي. طبعا هو هيلاقي امن منك فين؟ النبي مش انا قلت لك انها هتفرج يا ابو الدهب؟ حياة النبي قلبي ده عمال يرف كده يا ابو الدهب. يلا. استنى عشان ايوه اصل رجلي. لا ما هيقلق يا رجلي. عارف انت لو انت لا رجلك رجلك. طيب من دماغي البلاطة المكسورة جت. معلش معلش ضغط وصدعت. بس دماغي. أنا قوم أعمل شاي يا زينة. إيه؟ قوم أعمل شاي. ليه؟ أبو الدهب. نعم. خد الصندوق ده وديه لأسعد بتاع أبوير وهات منه 12,000 جنيه. حاضر يا معلم. وبعد ما تخلص معاك اشتري فخدة ضاني وخمسة كيلو تفاح وديهم على الست صفية. أمرك سريع. شيء
طب بدور على مين يا اسطى؟ بدور على المعلم جابر صاحب المحل. انت ما عندكش نظر؟ مش شايف ان في كبسه؟ احنا مسكينه مخدرات. ايه؟ مخدرات؟ ده كلب صحيح. ماله البني؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. ما اعرفكش. ما اعرفنيش، انا مش من البلد دي خالص. اتكل على الله. ربنا يسترها في الطريق. كلمتين على الانفراد دول مش ممكن يستنوا للصبح؟ سيبينا لوحدينا شويه يا صفية. في ايه يا ابو الدهب؟ ما تروح لهدفك دغري. يا ده انا بموت نفسي في خدمتك. وانا بديك اجرته. انا مش عارف سبب سؤالك ده ايه. ما تفرش ورقك على الترابيزه يا ولد. من غير لا شمال ولا يمين، حضرتك بتتاجر في المخدرات وانا اللي بشيلها. وايه يعني؟ هو احنا بنسرق؟ لا ما بتسرقش، بس بتودى حبل مشنقة. وانت عرفت؟ ايوه عرفت. وايه رايك؟ وانت رايك؟ وقفت صوتك. بقول لك ايه؟ شيل ده من ده يرتاح ده عنده. الشغل اللي فات هطلع من الولوشي؟ ندفع الفرق. خد دول حلوين. انا راجل دغري وتجيب لي بضاعتك. طبعا مش ممكن اقبل اشتغل في المخدرات. زمان قالوا ما يعيبش الراجل اللي اجيبه، وانا بقول ما يذلش الراجل ويحط مناخيره في الارض اللي عدم قرشه. وانت انزليت بما فيه الكفايه، وانا فتحت لك الباب انت قفلته. خلاص متشكرين. باي باي. جود باي. مع السلامة يا حبيبي، وسك الباب وراك. يعني يا موت من الجوع أهون إن أنا شغال في المخدرات. ما تقطعش الجوابات. لو ابني ومراتي ماتوا من الجوع أهون عليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا أبو الدهب؟ كان غيرك اشطر. روح بيتك كل يوم ومعاك قرطاس فاكهه وكل السخن، ونام على السرير والبس هدمه نظيفه حلوه انت واللي انيهم. ولما ربنا يكرمك ويبقى معاك قرشين، ابقى خبط على ضميرك يصحى وامسح اللي فات. ولا ايه؟ وتعب نفسك ليه؟ خطوة عزيزة يا ابو الدهب. يا اهلا. وانت
وانت كمان وحشني قوي يا اخويا. ايه ده كله؟ من 500 جنيه. يا لهوي ياخد عدوينك. قالوا لي قشيتك بقت معدن بس ما كنتش اعرف انها بقت الماس. الراجل مطلع روحي. سيبك منه انا رقبتي سدادة. يخليك ليا. مش اخويا لحمي ودمي، مش حيلا جوزي المعفن. مع السلامة. مع السلامة يا اخويا. يجعل في حلقك سكرة وفي عينك جوهرة. مع ألف سلامة. الله. انت بتحب ابنك يا ابو الدهب؟ بحب ابني ده، انا بعبده بعد ربنا. يا بتحبني انا وبتخاف عليا؟ بعبد يا زينب، ولا لي حد في الدنيا غيركم؟ انت بتشتغل ايه يا ابو الدهب؟ انت عارف اللي بشتغل ايه؟ البن. في البن ولا في الحشيش؟ مفيش حاجه بتستخبى يا ابو الدهب. شلت هم كبير من على قلبي. هم؟ هم ايه؟ كان لازم اتكلم مع حد من لحم ودمي، اقول له على اللي في قلبه وفضفض له. واحنا مش صعبانين عليك؟ اما انت مش صعبان عليك نفسك، ولا تروح في شربة ميه واحنا نضيع من وراك؟ طهور اللقمه اللي تيجي من الحرام يا ابو الدهب. اعمل ايه يا زينب؟ اعمل ايه؟ في ناس ما بتلاقيش لقمتها غير في الوحل. عاملين زي الصراصير لقمتها في البكابون. وانا مفحول. مقصود من الصين. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هاكل يا اموت. روحت عشان سلام معايا. تعالى يا حادي، حد بيصلي والجامع مقفول. جالنا ملاس يا سعاده البيت. طب قدام يا اخويا. حرك. الله. خط الحكومه. روح ابدا. روح ابدا. حاجه عصر. اشتغل. اثبت مكانك منك لو. ما انتش المكان كويس. مش عارف فيه ايه؟ فيه ايه؟ انا اللي بشتغل مع هريدي؟ وليلة بتشتغل مع سريد. وبتشتغلوا في ايه بقى؟ بشتغل في بن، وحضرتك بتقبض على النهارده على اللي بيشتغلوا في بن. لا بنقبض على اللي بيتاجروا في المخدرات وحياة امك. استغفر الله العظيم يا سعادة بيه، مخدرات ايه بس؟ انا ما اعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. احنا جايبينك هنا عشان التفتيش يبقى قانوني، وكل حاجة هتبان دلوقتي، الا اذا قلت ان المكان ده مش بتاعك. لا، المكان بتاع سهريدي 100% وساق سليم، ستك تشوف. فتش وشوف يا فندم. كده اهو. تمام يا فندم، ما لقيناش حاجه. فتشت المكان كويس؟ ايوه يا فندم، كله بن. لا حول الله يا رب. ولاد الحرام ما قالوش لولاد الحلال حاجه يا فندم، اصل سهريدي كسيب وعلى راي المثل مع دوك اللي بنكارك يا سعاده الباشا. من ساعه ما قبضتوا على جابر وهو ما بطلش كلام علينا، وانتوا يقطوا علينا كمان. منك لله يا جابر. تعال وراي. السلام يا باشا. قهوه يا باشا. السلام يا سعاده الباشا. السلام يا باشا. قهوه يا باشا. قهوه والنبي. يا مين يقول لي ياهو يا سيدي؟ يا معلمي يوم سردينك، من ساعة ما سحبوني على هنا وأنا قلت هيفتشوا وهروح في أبو نكلة. ما تخافش يا معلمي، إحنا فاهمين أوي وصاحيين أوي ومدققين أوي. بقول لك يا معلمي، أيوة إحنا عايزين نهدي اللعب ونأجل التوزيع النهاردة. ليه؟ هما مش جم فتشوا خلاص يعني بقينا في السليم؟ لا، نظريتي كانت زمان، أنا فاهم شغل كويس. ماشي ماشي يا ابو الدهب. بقول لك ايه؟ نعم. انا هوصل لحد صفيه اخد كاسين احسن نشفه ريح. بقول لك يا معلمي، مؤاخذه يا معلمي. خير يا ابو الدهب؟ سيجاره. ماشي. خلصك يا معلمي، ابقى دراعك اليمين واخد اللي انا باخده ده. فلوس يعني؟ طب ما انا بديك حقك. لا يا معلمي، انا حق اكتر كتير من اللي انا باخده. الله، ايه يا ابو الدهب؟ الطمع يقل ما جمع. الكلمة دي يا معلمي لما مؤاخذة تقال لي مين؟ وانا حصل جمعت حاجة لسه؟ الله الله الله، أنت بتلاقي عليا يا أبو الدهب؟ استغفر الله وأعوذ بالله، ما عادش اللي لاقي عليك يا معلم، بس يعني من كبر ابنك خويه. عاوز كام؟ نضرب في 10. يا نهار أسود، أنت اتجننت؟ يا نهار أسود، ده كلها صفر على اليمين يا معلم، أنا حاسبها كويس، وبعدين اللهم حسد يعني. طب قول نضرب في 3، في 4، في 5. 10 يا معلم.
انا حقي اخد قد اللي باخده 100 مره، بس انا بقول كفايه 10 يا معلم. كبر التلقيمه وزود السكر، انا بحبها عسل، بحبها زياده يا معلم. ماشي ماشي يا ابو الدهب، وارجع واقول مش خساره فيك، انما اقول لي انت خبيت البضاعه فين يا ابن الابلسه؟ تعالى يا معلم اتفضل. معانا يا رب ومعاك كملها بالستر يا كريم، اما بالحلال يا رب. يا هادي يا رب يا كريم. مش عايز، انت جايبني هنا عشان اشرب. اشرب بس عشان ربنا يكرمنا. اشرب. يا الهي ده ميه متلجه بتلك طريقه. ايه ده يا ابن العفاريت؟ اسمهم العفاريت الزرق. انت فين؟ الولد لازم يتنقل المستشفى فورا، وانا هكلمهم حالا عشان يجيبوا عربيه الاسعاف، وانا عدى عليه 24 ساعه يبقى هيعيش. اللحمه استوت وجاهزه النهارده. جاهز ولا بالهنا والشفا لغيرك؟ جاهز يا باشا. طب ما تنساش تاخد الشوكه والسكينه معاك. حاضر يا باشا. ان شاء الله هتخرجوا بيه زي الجن وهتفرقوا شر بعض. ربنا يسمع منك يا جمالات. ما تبعدش عني يا قدام، الا انا سقعانه. اهلا بك يا زينب. سقعانه قوي. سلام عليكم. عرفت عليك الدنيا، عرفت ان الواد بعافيه وغنى في المستشفى. شكله هو يا معلم مش فهمتك دي، ده برضه اللي كنت منتظره منك. اتفضل، انت مش غريب، دي اختي وجماعتي. اتفضل. خلي كله مستريح. المعلم هريدي ده اجدع معلم في الحته، الراجل اللي احنا اكتفنا من خيره. اهلا وسهلا. انا عايزك في كلمتين على انفراد يا ابو الدهب. اذا كان على الفلوس انا معايا فلوس يا معلم، وخيرك مغرقني. لا مش القصد، انا قصدي حاجه تاني. بتشوف المعلم عايزك في ايه يا اخويا؟ باشا. ما تبعدش يا ابو الدهب. هروح فين يا زينب؟ انا جنبك اهو. اتفضل يا معلم. قافل الباب. خير يا معلم؟ النهارده ميعاد الاستلام. استلام ايه؟ استلام اكبر شحنه في حياتي، هدفع فيها كل اموالي. وبعدين؟ وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، يلا بينا. على فين؟ على مكان استلام الشحنه. معقول يا سيدي؟ اسيب ابني اللي حلته وهو داخل يعمل عمليه. الله، امه معاه. امه محتاجه لي اكتر منه. ايه يا ابني كلام الحريم اللي انت بتقوله ده؟ معقولة دراع اليمين هو اللي يقول كده؟ ابنك ومدخله مستشفى استثماري، يعني بيحنوه بدل الدواء شربات يروح امك. اه شغلنا ما فيهاش قلب. ان جالك الطوفان دوس على اولادك عشان تنجح. بقول لك ايه؟ الحياه للي موجود، لكن الضعيف والميت ملوش اي ذكر عندي. ثم مش معقول يعني تاكل معايا بط بط، ووقت اللزوم تقعد تولول زي الحريم وتقول ابني هيموت. يلا يلا خلينا نشوف شغلنا. يلا امال، يلا خليك حلو، يلا حبيبي، يلا. يلا يا اخويا، ما انا قاعده انا وامهم، يعني قعدتك هتعمل ايه؟ يلا يا اخويا روح لاكل عيشك، الراجل مستني بره، ده اكل عيش الايام دي بيجي بالتيله يا ابو الدهب. يلا يلا يا اخويا، ما انا قاعده انا وامهم. يلا يا اخويا يلا يا ابو الدهب، عينك ما يصحش يا راجل قاعد بره. يلا بكره لما تتجوز ثلاثة أربعة وتخلف قرطة عيال تعرف إن كلامي صح، وإن الراجل يعني شغله بس وبعدين أي حاجة تانية. في أي لغة دي يا معلم؟ في لغة اللي بيشتغلوا شغلتنا لا مؤاخذة. بقول لك إيه؟ ادخل شمال. السلام عليكم يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش وليتهم الطريق؟
مادام شفناكوا يبقى ما ضلناش الطريق ولا حاجه. منين راح نعرفكم واحنا اغراب عنكم؟ ما غريب الا الشيطان. الشيطان الرشيد؟ الشيطان اللعين. عليه اللعنه. عليه اللعنات. ده كلمه سر يا رجاله. قلت لك ما تخافش، دول بيأمنوا المكان. اثبت امال. وين حق البضاعه؟ موجود. 2 مليون؟ 2 مليون. روح يا ابو الدهب هات شويه الفلوس. فين البضاعه؟ اما انت طلعت اركب صحيح. اذنك يا معلم بس اتكلم. اتكلم. ما انت ما فيش حد خلف غيرك يا اللي ما فيش زيك انت. من غير طريقه يا معلم. الو الو 251 والله. ايوه جمالات، انا ابو الدهب، سامعاني؟ ايه مالك في ايه؟ الواد عمل عمليه؟ الواد تعيش انت يا ابو الدهب. دوري البوليس؟ ايه؟ لكن عادية؟ انا اعمل ايه؟ ولا حاجة، دوس، هنجري. دوس! مال هنسيبهم يموتونا؟ دوس! برافو عليك يا ابو الدهب، دوس بنزين، دوس على الاخر. ايه ده؟ دوس بنزين! دوس! دوس بنزين يا ابن الكلب! دوس على الاخر! دوس! ولا واحد يا كده ليه؟ أنا بنزف، أنا هموت. أنت مش قلت لي الحقيقة أبقى من ميت؟ إن جالك الموت حط ابنك تحت رجليك. أنت دلوقتي هتشبهني، مالكش مكان عندي في العربية. من شوية هنقصك من الموت. ضربتني على قفايا يا كلب، يا ابن الكلب. هديك كل اللي أنت عاوزه. أنا معايا كل حاجة يا كلب. مش عارف لها بطرح. ما تتفتحش يا جمالات. عيب يا ابو الدهب، صدقني مش هفتحها. طيب رايح فين؟ طب رد عليا. بعدين بعدين. رايح فين يا ابو الدهب؟ غصب عني. قعد شفر، قعد شفر، قعد شفر.
كفايه يا زينب. كفايه ما تعذبنيش. معايم فين يا قدام؟ معلم مين؟ معايم مين؟ هو في معايم غيري ولا ايه؟ معايم هريدي عز الله شأنه. معلم هريدي عز الله شأنه كلوت القطة. كلوت قطة؟ هو فار ولا ايه؟ اسمع يا عيل انت وهو. ايه عيل دي بقى؟ واحنا برضو عيال ابو الدهب. انا من دلوقتي اسميش ابو الدهب. اسم المعلم ابو الدهب. مستعز بيه مفهوم؟ نفهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بقى معايا كل حاجه. المعلم بعهولك. اسم الله عليك. انا بقى معايا كل حاجه. بعد الجبل بمحال. جبت الفلوس منين يا ابو الدهب؟ انت مالك جبت الفلوس منين؟ والمعلم هريدي كان جاب الفلوس منين؟ مش بيقول امه كانت بتاعه بليله؟ امال راح فين يعني؟ انت في السجن. انداس. انا بقى معايا كل حاجه ومعايا كل حاجه. اللي عاجبه كلامي يفضل مطرحه، واللي مش عاجبه يبقى مش فوق الجبل. خلاص لينا اكل عشنا، واللي جوزه امنا نقول له يا عمنا. معاك يا ابو الدهب. معاك معايا يا ابو الدهب. معاك يا ابو الدهب. اترشتي ولا ايه؟ بقول لك عايز فلوس. واجيب لك منين؟ من اخوك يا اختي بتاع المخدرات. وطي صوتك لحد ما الجيران يسمعك. هو اللي بيصمم بيخبي دقنه. طب ايه رايك بقى؟ هقول لك بقى على صوت. تعالى هنا. اخوك بتاع المخدرات. اوعى هنا. اوعى هنا. يا جماعه في ايه؟ صوتكم جاب لك في الشارع. الحقني يا اخويا، الراجل ده كل يوم يضربني وياخد فلوسي. ليه كده بس يا جنو؟ مالكش دعوه. هلا يلا. انا هلا. يلا. انت خرجت الزكاه ولا ايه؟ ولا نسيت نفسك؟ ما انت اهو انت قدام بس وش التعريف مسوق رجال. اخرس اختشي على دمك يا واطي يا عديم الارض. واذا ما اختشيتش يا بنت هتعمل ايه؟ الله يسامحك انت برضه جوز اختي. ايه اوعى مالك جوز اختي مالها ديله. طب ايه رايك بقى؟ هطلبها بالجزمه قدام بس بقى. طب مين على اخوانا؟ طلبت على اخوانا يلا. ودع. طب اختك طالق. طالق من الثلاثه. مين ده يا طالق؟ بره. ماشي يا طالق. طيب بره ماشي. كنت عليك نوبان ما بزنه. انا وانت مظبطين. ماشي يا ابو ده. هتقول مخدرات. ماشي 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 يا ابو ده. اسمعوا يا رجاله، انا قررت ان احنا نسيب اسكندريه. والتوزيع يا هنبطل توزيع. ليه مفيش توزيع يا معلم؟ وايه اللي حصل؟ في حد قالك يا عم تقابين؟ احنا بعون الله مش متقابين ولا حاجه، بس انا عايز اكتم على البضاعه شويه. عاوز السوق يشح، عاوز السوق يشتغل المخدرات، عاوز ارفع السعر لفوق لفوق قوي، عاوز ناجل التوزيع لحد ما ننزل مصر. معايا؟ معاك يا معلم. اللي تشوفه يا معلمي. بقول لك يا ابراهيم. عينيا يا معلمي. قول لي الاول ايه مالك؟ مش مبسوط ليه؟ الشحنه اللي عندنا قربت تخلص. بالسلامه، نجيب غيرها وربنا يقدر الكيفه على حقها. المعلم هريدي كان بيقول له على اسراره ما عدا سر واحد، كان بيجيب البضاعه منين وازاي وبيقابلهم فين. هو ده السر اللي ما قالوليش. مش هتغرق يا معلم، مش هتغرق. ان شاء الله تسلم. عجبتك الشقه؟ ان شاء الله ما تحرم منك. ما اعرفش كويس. اخر حلاوه مالك؟ ابدا ما شفتك في السوق. المخدرات شحه. ده انا اختك ستر وغطى عليك. وكويس قوي قوي ان احنا سيبنا اسكندريه. الشغل تقيل ومحتاج الواحد يحط عينه في وسط راسه. ما تشغلني معاك. شغلك معايا ايه؟ ما تخافش عليا يا معلم. بعدين ما انا شغاله معاك من زمان، من ايام الفوط والمناديل. وفيها ايه؟ طب جربني جربني كده وسط الرجاله هتلاقيني قشاط. هعمل لك شاي.
السلام عليكم. عليكم السلام، أي خدمة؟ هي مدام زينب مش موجودة ولا إيه؟ مدام زينب راحت مشوار ونرجع على طول. اتفضلي. ما يضايقش حضرتك؟ ده إزاي يا فندم؟ اتفضلي. البيت فيه ناس بتشتغل. هو حضرتك أبو الذهب ده؟ إن شاء الله. أنا موافق. لا 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 مش ممكن. هو يا فندم مش ممكن؟ يعني كنت متخيلة حضرتك راجل كبير وكرش وشعر ابيض وحاجات كده. ليه بقى؟ اتفضل. بسم الله ما شاء الله، اسمك كبير قوي. دي الحتة كلها ما فيش على لسانها غير ابو الذهب بيه. بس ايه؟ بيقولوا عليك راجل شهم وجدع. لا بالحق، ده انا سامعه انك اشتريت 4 عمارات كمان. يعني كلام الناس كتير. انت حضرتك ما تعرفنيش طبعا. ما حصلش الشرف يا ست فكري. اهلا وسهلا. فكري الخياط، وبخيط لمدام زين. عندي مشغل صغير كده على قدي. على الله يكون شغلي عجب حضرتك. وعجبها شغلك قوي. المهم انه يكون عجب حضرتك عشان انت اللي بتشوف. انا معجب قوي. اهلا يا زينب، عملت ايه؟ هقول لك اهو. ازيك يا مدام؟ اهلا اهلا مدام زينب. انا والله كنت ماشيه بس ساعه البيت قال لي انك جايه على طول. لا واجب، ما هو البيت بيتك. اتفضل. اتفضل عن اذنك. اتفضل. بيقول لمراته انا لما بصبح الصبح بحلق دقني بنزل 10 سنين. فقالت له تبقى احلقها قبل النوم يا حادق. حلوه حلوه. تبقى احلقها قبل النوم يا حادق. واحد خواجه عاوزك يا معلم. ايه؟ واحد خواجه عاوزك. خواجه. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انت راجل ذهب؟ انا ابوه ابو الذهب. احنا عايزين نتكلم على انفراد يعني. طبعا. اتفضل. اهلا وسهلا. بصراحه احنا عايزينك. انتم مين؟ راجل كبير عايزك. راجل كبير بتاع ايه يعني؟ بتاع بضاعه. بضاعه؟ بضاعه اللي انت بتبيعه. البن يعني؟ ايوه تمام عليك. اللي اسمه نور. اسمه نور. هو ده تمام البن. هو ده. انا البن بتاعي بستورده من البرازيل على طول يعني. الرساله بيقول اذا كنت عاوز اقابل راجل كبير في سياره سودا رقم 1-3-2-6-4-6 مستنياك عند كوبري ملك صالح الساعه 6. يعني انت بعد 3 ساعة تيجي تقابل راجل كبير إذا كنت أحب. أوكي. إذا كنت تحب. زمان عجب شيء ما خلصوا شيء ولا خلى حاجة ما شقلب شيء. زمان عجب شيء ما خلصوا شيء ولا خلى حاجة ما شقلب شيء. في ناس بتكسب ولا تتعبش وناس بتتعب و
ولا تكسبش وخلقي حلوة ما حلوكش وناس كتير ما يغركش وحقول كلام كله جلتش وكمان حكاية ما حصلتش شايل فيل وبايده بيسقي عناب انا كذاب يعني انا كذاب شفت الفار قال الحمار البس بدل الحلوه شراب طب انا كذاب يعني انا كذاب شفت الوزه هزت هزه مش شايب قال تحت شباب طب انا كذاب يعني انا كذاب ده بنخش في الشغل على طول. انت زي ما تعرفنيش لكن انا عارفك كويس قوي. هريدي كان بيشتغل معانا بس راح في ظروف غامضه دي ما تفرقش معانا ابدا. هريدي او ابو الدهب المهم عندنا اللي نشيل. احنا مبسوطين منك قوي يا ابو الدهب. تعرف ليه؟ لانك مش محروق عند البوليس بتفكر حلو قوي فلاح صحيح لكن واعي وقراري. الله يستر اصلك يا بيه. احنا سمعنا انك اشتريت نص الجياره. نص الجياره؟ منين يا بيه احنا غلابه؟ يعني عندك 6 7 مليون جنيه هتشيل بكام؟ اشيل ايه لا مؤاخذه؟ الصنف الحشيش. حشيش؟ انت يا بيه اكيد غلطانين في العنوان. انا ببيع بن. يا ابني احنا مش شرطة. احنا كلنا في خندق واحد. غير كده لازم تعرف ان احنا التجار الكبار الوحيدين في البلد بتوع الصنف ده. صنف يا بيه؟ لا اله الا الله. انا ما اعرفش حاجة على الكلام اللي انت بتقوله ده. اخر صفقة كانت مع هريدي كانت ب 2 مليون. كان كلمة السر الشيطان الرجيم اللعين. وانت كنت معاه. لا يا بيه ما هو يعني يعني حرصك ده مطلوب بس زيادة الحرص ده هيخليك تخسرنا. البضاعة اللي عندك قربت تخلص ولازم تعرف ان احنا المصدر الوحيد الكبير بتاع الصنف ده في البلد. يا سعادة البيه انا هسيبك تفكر لما تعرف ان احنا ناس مظبوطين هنتقابل ونتفق. طب فلنفترض ان انا زي ما حضرتك بتقول وده مش صح انا هاجي هنا ازاي؟ ده لففوني البلد كلها. مع السلامة يا ابو الدهب. خايف لا تكون لعبة كبيرة من الحكومة عشان تجيب رجل يا جمالات. وناوي تعمل ايه يا اخويا؟ مش عارف بس لازم اجيب المخدرات ومش لازم امسكها بايديا. يبقى لازمني كبش. اروح انا؟ لا انت ما تنفعيش انا وانت واحد. يبقى لازم نلاقي كبش مخلص. هلاقي كبش. الجدع ده اللي اسمه سعد هباش. سعد هباش الجدع اسمه سعد هباش عايز 5000 جنيه مش عايز يدفعهم. ازاي تدي له بضاعه من غير ما تاخد منه حقها مقدم؟ معاه ايه مجاماتك كده؟ حساباته كانت ماشيه مظبوط اتزنق قلت نقف جنبه لحد ما تتفك زنقته. ده كلام؟ ده سوق غير السوق. بضاعه قصادها فلوس. خلاص خلاص ما تزعلش نفسك يا معلم. الواد ده هيتجاب ويدفع. سعد هباش سعد الصفت هجيبه واقف. ايه يا ابني ده؟ ايه بس يا عمنا مش تخلي بالك خبطتني بضهرك. انا اللي خلي بالي؟ تبقى خبطني وانا اللي خلي بالي؟
على فكرة ممكن تصلح، ولا أقول لك خليه عشان العين. عين؟ هتصلح إزاي بقى؟ أنا مش ناس خانقة على الصبح. ماشي، هروقك. ماشي يا عم، ما تشيلش هم. امسك. إيه ده؟ ده كارت بتاع الأسطى المغاور الميكانيكي. المغاور الميكانيكي ده بقى أخوه لازم فيه عدل. سمكري عسل اسمه لولح، دكتور إيده تلف في حرير. الاثنين في السبتية على فكرة، بيصاروا صباحي. جنبه واد بتاع كشري اسمه شمشوم، أنا بدلعه أقول له قفص. قفص؟ دمك خفيف. انت مين بقى وجيت الحته دي ليه؟ انا واحد يا بيه. لا انا مش بيه. يبقى تيم. حلو، امشي. انا استنى بس. سعد، ابراهيم، علي، تعالوا. الواد ده كسر عربيه، فضبوه. منور. الله يخليك. منور قوي. الله يخليك. دوات. ها، حصل لنا الرعب. في ضرب جامد، معجنة ضرب. ما تضربوني. الكلام ده عند ام لالو. عامل لي فيها سلفستر، استنوني. يلا. هتضربوا ضرب. ماشي، خناقه. يلا، صباحيه مباركه. ماشي يا حبايبي. اسال عليا. يلا اسال عليا في حتتنا. انا مش شويه، ده انا كبير قوي ومن عيله كبيره قوي. صدقوني، احنا اول ناس ركبنا شباك المونيا ومن غير تقسيط. انا صايع يابا ومن غير سقف. صايع ومن غير سقف. شايف دي؟ يالا ولا حاسس بس راح تطلع. اللزقه يابا، مركب لزقه في ضهري. بحبك يالا، بحبك يالا، بحبك يالا. لا لا، مشي والله العظيم مشي. دي مكتوبه لي، دي مكتوبه لي. ارتحتوا؟ اديكوا ضربتوا يا اما. هاي من دول اللي ضربوك؟ ناس من حتتكم، معرفهمش. ما رحمونيش لما قلت لهم انا جاي للمعلمه جمالات. انما ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ مال وجمال. هو ايه يا اختي ده؟ تتكلم على مين؟ بتكلم عنك يا ست ستات. صراحه انا كان مستاهله اشوف واحده عجوزه كركوبه مكرمشه رايه سكينه، انما انتي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليا. انا امال حلاوه وجمال وجسم ممشوق وعود ملفوف وابتسامه جريئه ودراعات حلوه مزينه الصيغه اللي لابساها. صراحه حمر وحلاوه على السكينه. اتكلم على مين؟ انا قصدي مش ضايق حضرتك، انا بعبر عن اللي شايفه قدامي. ما يبقاش عندي حساسه لو شفت الجمال ده وسكت. يا ساعة هباش، هتقبش؟ ايه القرع ده كله؟ ايه انا قلت حاجة غلط يا ابو قرع يا ابو ريا؟ ايه قلت؟ ما تسيبه يا قرع، هو الكلام بيلزق. قالت لك سيبه من بقها اللي عامل زي خاتم سليمان. حساسة بقى، سكة، خلعون. خلعون دي محافظة دي؟ ما خلاص ما بقتش محافظة. ماشي. الكلام مش هينفع هنا يا ست. أمال فين؟ على انفراد. طب ما احنا هو على انفراد. لا، على انفراد قوي قوي. كل القعده على انفراد هنا كويس. انا في الجنه والله العظيم، انا في الجنه. كده عمري في حياتي ما شفت دراع بالجمال ده في الدنيا. تسمحي لي؟ اختي شي يسعدك. في رقبه كده عمري ما شفت رقبه بالحلاوه دي. تسمحي لي؟ اختي شي يسعدك. امشي. امشي كده. عملت ايه حلو بس في دنيتي يا رب؟ وانت بقى يا سيدي مش عايز تدفع الفلوس ليه؟ مش هدفع 5000 جنيه بس.
ده انا ادفع عمري كله. الجدع يتكلم جد شويه. هو ده الجد. خرابي صدق مين قال الجمال ده كله في الحي الشعبي؟ مش قوي كده؟ لا قوي. فاكر لما تقعد على الشجر تستوي قوي. والفلوس؟ اللي عندي؟ انا كنت مدبر 2000 جنيه. وعايز اشيل بضاعه ب8 لو تقبلي. اصل بصراحه كنت مدبر كده قرشين وصرفتهم على بيت الرقاصه. ده انت برم بقى. انا خفيف. ايه؟ انا خفيف. كيف لا؟ والله انا خفيف. بس بعد حبيبي خلاص. عشت بح. وريده المانجا. يبص للحرنجش. لا اسمك ايه انت؟ سعد. لا يا سعدك يا سعد. سعد الهداف. لا هو كل شويه لو عارف يا معلمي الواد تيخا ده العمده بتاع بلاده ما بيحب يجي يستحمى يسخنوه الترعه قديمه. لا ده عمده تاني. في واحده ست عاوزاك يا معلم. ايه؟ في واحده ست عاوزاك. ست مين؟ فكريه. مش فاكرني ولا ايه يا معلم؟ لا طبعا فاكر. اهلا وسهلا. خير؟ ما تاخذنيش يعني ان انا جايه لك من غير لا اهم ولا دستور. تحت امرك. اصل انا ست وحدانيه وماليش حد غير ربنا. فكرت وقلت في عقل بالي انك انت راجل شهم واكيد هتقف جنبي. رقبت بس يعني. ما تخافش تيجي معايا مشوار صغير مش هعطلك. ايه الحكايه يا ست فكريه؟ الحكايه يا سيدي ان انا ساكنه عند صاحب بيت بيسبل لي قصدي بيبصبص لي في الطلع والنزل عرفني في عيشتي. طب هو ليه عندك ايه؟ هو مشاكل الستات الحلوه كتير وبيقولوا عليا حاجه. هو بيضايقك ايه يعني؟ عايز يطلعني من الشقه. ليه هو مش قانون يعني؟ ما انا ست وحدانيه بيبص لي على ان انا ضعيف. قال ايه؟ حنفيه بتخر. طب ما تخر. هي حنفيتي ولا حنفيته؟ بسيطه نصلحه الحنفيه. لا ومره يقول لي ايه؟ انت واخده الشقه سكن وعاملاها مشغل خياطة. طب قول لي بذمتك اعمل ايه؟ اكل عيش. انا ست شريفه واحب اكلها بعرق جبيني. حد يغلطني في كده؟ بسيطه برضه بتفعل فلوس فوق الاجره. المهم انا عايزه راجل يقف. قلت الجأ لك وخايفه لا تكسفني. احنا في الخدمه يا ست فكريه. ده كان عشان فيك برضه. انت متاكده انك هتعرف توريله شغل؟ تحت امرك اتفضلي. شم ريحه العربيه حلوه قوي. لا دي مش ريحه العربيه دي ريحه البارفان اللي انا حطاه. حلوه قوي ريحه البتاع اللي انت حطاها. ما شاء الله عليك مناخيرك بتلقط هوا. من كتر وقفتي قدام نار الفرن بقت مناخيري تشم ريحه رغيف العيش اذا كان استوى ولا لا. وانا بقى ريحه البارفان بتاعتي بتفكرك برغيف؟ لا العيش الفينو. الواحد برضه ما ينساش اصله يعني. اسم الله عليك ده انت جمالك في بساطتك. ربنا يحميك لرجولتك. ايوه ده انا نسيت المشوار. بكام دي؟ 60 جنيه دي. 60 جنيه. ايه ده؟ انا باحث. مباحث؟ مكتب مكافحة الزعل. شغلتنا ان مفيش حد يزعل حد. انت حكومة؟ حكومة؟ هي الحكومة دي ايه ده؟ بتزعل لما حد يزعل حد، احنا بس اللي بنزعل. ايه؟ شكلك كده زعل.
ماشي. خد يا عم. ما انتش تزعل الست تاني. حك عليا يا ست فكريه. لا تسرع حقك يا معمر. حبها راسها. لا 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 لا. بتبصبص لي عشان تعرف بس ان ورايا رجاله. خلاص. سيبي. بيه. ما تزعلهاش تاني ها؟ حاضر يا بيه. لا وعلى ايه يا اخويا؟ شكرا. شكرا يا معلم يا سيد الرجاله. العربية. دي ريحة البرفان اللي انا حطاه. اسم الله عليك. ده انت جمالك في بساطتك. ربنا يحميك لرجولتك. حد ينام ودي ريحة بصل. بصل. الراجل الكبير عاوز يشوفك. امتى؟ الساعة 7. الطريقة سيارة حمرا مستنية عند كوبري غمرة. هناك كلهم هيشوفوك ويعملوا اللازم. اطمنت؟ دول لففوني الجمهورية عشان يجيبوني هنا. احنا ليه ما تقابلناش في القصر يا باشا؟ الاحتياط واجب. غير كده لازم تعرف ان احنا ملناش مكان ولا وطن. المهم انك انت اطمنت ان احنا الكبار بتوع الصنف. انا بتاجر في بن يا باشا. كده اهو. وانا هبيع لك بن. وانا هشتري. بمليون دولار كويس؟ بس. يعني نجرب. ماشي. بس ميعاد الاستلام احنا اللي هنحدده. ومكان التسليم احنا برضو اللي هنحدده. واجب برضو. بس تاخد معاك بقى شوكه وسكينه. انا باكل بداية يا باشا. طيب اجيب لك ارواحها. بززت معايا. عملت ايه؟ هبعت حد يستلم وافضل انا بعيد. ما قلت لك اروح انا. روح انت. ده ايه؟ ده عمليه مش سهله. عايز الراجل يكون راضع من امه. يبقى الواد سعد الهباش. الواد اللي مكسور عليه 5000 جنيه؟ جالي واتكلم معايا ولقيت واد حدق ومخلص وما تشوفه هتحبه. احبه؟ احبه ده يا جمالات؟ مش يمكن مزقوق؟ صدقني ده واد كويس. صدقني. عموما هي مخاطره بس تتحسب. لو طلع خاين او هيهف البضاعه او هيهف الفلوس. على العموم المبلغ مش كبير قوي. مش كبير قوي ازاي؟ مش احسن ما تهف انا وطلع فخ؟ بعد الشر عليك. بعد اشوف. حاضر يا ابو الدهب. جبت لك ميعاد مع المعلم. معلم مرة واحدة؟ يا حبيبي. أمال إيه؟ هو أنا شوية؟ لا أنت مش شوية. أمال إيه؟ شويتين. اثنين؟ ثلاثة. ثلاثة؟ يا أجمل بني آدمية في الكون. بروح يساعدك. يا لهوي. هو كل شوية؟ يا أجمل بني آدمية في الكون كله. بالراحة. أموت فيك. بالراحة. يساعدك. لا لا هو كل شوية يساعدك. قول يساعدك. يساعدك. يا سعد. يا سعد. يساعدك يا سعد. يساعدك يا سعد. مين؟ معقولة؟ هو ده واد سعد. شفته قبل كده. حضرته خبط لي المرشيدس. ما انا خدت الطريحة تمام. معلش اللي ما يعرفك جالك. عدم المؤاخذة. لو اعرف انك انت المعلم ابو الدهب كنت قلعت الجزمه واديتها لك تضربني بيها على قفايا. المعلمه فهمتك على كل حاجه؟ كل حاجه يا معلم. شوف اذا طلعت جدع هيبقى لك شان كبير معايا. واذا خنت قبل ما هتوصل بيتك هتتنشي رصاصه في نفوخك. ماشي؟ ماشي.
الورقه دي فيها كل حاجه، فيها المكان والميعاد وكلمه السر. بن ببن. بن في ايه؟ في بن. برافو عليك. الشنطه دي، استنى اقعد، الشنطه دي فيها الفلوس، ما تتفتحش وما تتعدش، تدفع وهتستلم، هتدفع واستلم. اتفضل جمد قلبك. قلبي زي الحجر. هنشوف. بالسلامة إن شاء الله. ربنا يسعدك. هذا زورد. يس سير. خليك وراه وعينك ما تنزلش من عليه لحظة، وإذا لقيت شبهة كمين كده زوخ. الرايت. أبو هاشم. نعم يا معلم. خليك ورا الواد زورد، وإذا لقيت هو الواد التاني ماشيين في غير الخطة اللي إحنا رسمينها اضرب. حاضر يا معلم. وإذا لقيت فيه بوليس أو كمين زوغ من بره بره، ولا من شاف ولا من دري. حاضر يا معلم. توكل على الله. كده احنا في السليم والحمد لله. ربنا يجيبه بالسلامة يا رب. آمين. كلهم مش رجالتنا يا أخويا. اعمل لي شاي. عيني. العملية ايه؟ وصلت. والعيال؟ كله مية مية. شفت بقى شورتي في الواد سعد؟ واد جدع وبطل. أنا عايز أصرف له مكافأة. اشمعنى سعد؟ اصرف لكل عيل من طلعوا الطلعة دي 10,000 جنيه بما فيهم سعد. لا بقى، سعد أجدع منهم بكتير. أجدع منهم في إيه؟ لا بقى، من جهة أجدع، أجدع منهم بكتير. ما تطمعش حد فينا يا جمالات. هو ده رأيي بقى يا معلم. الله. تليفون عشانك يا معلم. الو. اهلا 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 ست فكريه، اهلا وسهلا. خير؟ في مشاكل تاني مع صاحب البيت؟ مين يا بوداش؟ اسم الله عليك من الخطة. اصل النهارده عيد ميلادي. والله؟ وانا بقى ماليش حد في الدنيا. صحيح حواليا ناس كتير واللي عايزين اكتر، بس العين بقى مش شايفه حد فيهم. كان نفسي نفسي كده وانا واحده نيه حد يقولي كل سنة وانتي طيبة يا فكرية. ملقتش غيرك يا ابو الدهب بيه. انت بقى هتقولها لي صدقة عن مالك وعافيتك. صدقة ايه بس يا ست فكرية؟ اكملني، مش من بقية اهلك يا. متقوليش كده، احنا كلنا واحد، امنا ادم وابونا حواء. ربنا حواء و كلها التسعة يعني. اسم الله على مقامك. انا برضو كان قلبي حاسس انك مش هتكسفني. مش عازمة حد تاني؟ ودي
وابو الدهب ليه مش كفايه؟ انت بالدنيا كلها، بس انت اللي مش واخد بالك. ربنا يكبر بخاطرك. اتفضل. شكرا، بس انا زعلان منك. يقطعني ليه؟ كان لازم تقولي لي برضه عشان وانا جاي اجيب معايا هديه. هديه ايه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي. هديتي مجيتك عندي برضه يا ست فكريني. الله، اسمي حلوه قوي في بقك. بس انا برضه زعلان يا ست فكريني، ما صحش اجي وما اجيبش هديه يعني. تاني كده بقى هزعل منك بجد. لا، معاش اللي زعلك. اه يا فرحتك يا فكري، يا هناك يا سعدك بسيد المعلمين. سيد الرجاله كلها بيبادلني الكلام بكلام. اه يا اخواتي لو اطول زغرت. ربنا يكبر بخاطرك. ما تكرمني بقى شويه اكتر وتقول لي فكري حاف من غير ست. ماشي يا ست فكري. اه يا فكرية، أنا معلش مش هفرح لأني ورا مصلحة. أنا اللي كنت فاكرة إنك هتقعد معي. على العموم براحتك، براحتك قوي. على السلام. الله يسلمك. مرة خلي بالك تشويش تشويش قوي. أنا مبسوطة معك قوي يا سعد، بس خايفة، خايفة فوق من الحلم ده. تتصور انا عمري ما حبيت، مع اني كنت متجوزه 15 سنه، بس انت طعم تاني. انا هعوضك عن كل اللي فات. انت لسه شفتي حاجه؟ خرابي. حد يقول معلمه جباره يبقى البازل بفته كبيره كده. لا، ايه الحنان ده؟ لا، ايه الحنان سعد؟ تاني ايه حلاوه الروح دي؟ هو كل شويه ايه النفس الحلوه دي؟ اه يساعدك. ايه الجمال الاصيل ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ مين هيجي لنا دلوقتي؟ مش عارف. طب انزل تحت السرير. لا لا، انت خايف؟ ما تخافش. هعمل ايه؟ تنزل تحت السرير بقى. هعمل ايه؟ انت تقعد على راسي من فوق. الباب. 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 هرجع لك على طول. هو انت خبطتني عايز ايه؟ هيوزع البضاعة في الفجر. وايه يعني؟ بضاعة ساعة مش عارف فين هو، تلاقيه ملموم على ناس رمة زيه دلوقتي. اخرس يا ابن الكلب. سعد افرحها للادي. احنا بنتعب بقى يا ست جمالات، بنتعب. الله يحرقه هو اللي معاه. اخرس لقطعك للادي. الراجل شغال ب10 رجالة جمعاتي، من حقه يرتاح. امشي. امشي اسرح من هنا. يلا يلا بره. لا يحرقكم. سعودة سعودة. مش ابن القرع. يختك يختك. ايه ده انت بقيت البنت يا راجل؟ ايه ايه ان شاء الله. قلبي حاسس انك جاي. هو انا اقدر اتاخر؟ اصل بصراحه بصراحه ولا بلاش؟ بصراحه ايه؟ بصراحه طيفك ما بيفرقش خيالي.
وانا دايما اقول لطيفك ابعد عني يا طيف امشي وارجع اقول لنفسي مش من حقك تفكري فيه يا بنت. مش من حقك ليه؟ صحيح انت الراجل اللي عقلي وخيالي وقلبي بيفكروا فيه دايما، كانوا مستنيينك من زمان، بس ارجع اقول لا يا فكرية امسكي نفسك، هي صحيح الظروف بعتت لك الراجل اللي انت بتحلمي بيه من زمان، بس في حاجة أهم. ايه؟ ان انا مش قدك. مش قدي؟ اه لا اوعى كده، ده انت ضروري مقطع السمكة وديلا. انا ايوه انا غلبان. سيب عايز تفهمني ان معلم كبير زيك في وجاهتك ورجولتك ومالك وجاهك والحريم ما بتتحدفش تحت رجليك؟ لا والله ابدا. انت لو حلفت لي على الميه تجمل ما صدقش. ده انا بتهيألي ان الواحده تشوفك مره تقع في حبك من تاني يوم. انا اغلب من الغلب. اللي اغلب من الغلب دول هم اللي يخوفوا، اسالنا. وانا بقى ما عنديش استعداد احبك واموت في حبك واتعذب واتلو. يا نهار احوس بقى كل الكلام ده عشاني؟ قال يعني مش عارف يا ابو عيون روشتني من بعد تلاتة نظرة. مش معناه عن تلاتة نظرة اقول اللي حاصل. وبعدين في حاجة تانية بتقولي مش من حقك يا بنت. هو ايه اللي مش من حقك؟ انك متجوز ومراعي بيتك. واجب برضه، وده يدل على انك راجل اصيل. بس انا بقى خايفه ان ما تكونليش حته او فتفوته في قلبك. انا روحت بكل اللي في قلبي. انا دخت. انا صحيح شكلي جامد من بره كده، لكن انا فعلا غلبان في مسائل الحب دي. اصلا انا ما عنديش خبره، انا ما عرفتش غير زينب وكنت صغير، لكن انتي انا حاسس انا متلخبط وكلامك كمان لخبطني. انا المعلم اللي الناس كلها بتعمل له حساب ابقى متلخبط بالشكل ده. انت عملت لي ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عنديش غير حبي وحناني اقدمهولك. انا عطشان. ما تشرب. Thank you.
عليكم على هليتك يا اختي. شوف كم سنه متجوزين يا ابو الدهب، والنبي اول ما بشوفك صدري ده يفضل طالع نازل كده، مبقاش عارفه ليه خالص. سلام لصدرك يا زينب. ربنا يخليك ليا يا اخويا، ان شاء الله يخليك. ايه يا حبيبي؟ ايه في ايه؟ لا مش حاجه. في ايه؟ ما قال لنا الظهر خلاص. تعالى في حضني. تعالى في حضني يا رب. تعالى يا سيدي. تعالى. لا لا. ايه؟ مش عارف يا زينب حاسس كده. مالك؟ يمكن لما انا مرتاح. ايه؟ طب هات ادعك. لا لا يا زينب، لا يا زينب. هات اكبسك. لا يا زينب، بس انا ياما اقوم ارتاح كويس قوي. كويس قوي؟ طيب. اهلا يا ابو الدهب. متشكرين على الحفله يا باشا. هتشيل بكام؟ بسبعه. انت فاجئتني. ايه الباشا ما عندوش بسبعه ولا احنا عندنا بالمليارات يا ابني. بس كده بقى انت هتخش في السكه الثقيله قوي. ما ندخلش ليه يا باشا؟ الاشاره مفتوحه. بس ده هيزعل الثلاثه الكبار قوي. مين التلاتة الكبار دول يا باشا؟ أكبر تلات تجار بيشتغلوا في الصنف. بيشتروا من عندنا وبعدين يتقاسموا بره. عرفتهم عرفتهم. بس بعون الله أنا هبقى التلاتة دول كلهم مع بعضيهم يعني. والله ده شيء يهمنا. إحنا ما بنلعبش يا باشا. أنت عارف يا أبو الدهب؟ أنا نفسي أقول لك برافو. ما تحرمش نفسك يا باشا. عارف اقول لك برافو على ايه؟ نعم. انك بتشتغل في الصنف في نفس الوقت ما بتشيلوش. انا ما بشتغلش في الصنف، انا بشتغل في بن. بن. ماشي يا سيدي. بن بن. انت عارف كلمه السر هتكون ايه؟ حسن ابو علي سرق المعزه. لا وانت الصادق. حسن ابو علي سرق الدولارات. ولا لا مؤاخذه الافيه. عن اذنك يا باشا، كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده بس عندي ميعاد. اهلا اهلا اهلا. ايه ده انت لسه هنا يا حسين؟ حسين اخوي. اهلا وسهلا. المعلم ابو الدهب. اهلا اهلا تاجر البن العظيم، شوف اعلاناتك في التلفزيون كتير. المعلم ابو الدهب جاي يشوف المشغل وهيشيل مننا شغل كتير. على فكره انا جبت لك الشيك. ما تقعد تتغدى، انا عازمه المعلم على الغدا. لا يا دوبك انا هتكل على الله، عندي مواعيد كتير. انت قاعد معانا. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. يقعد يتغدى بايه؟ مش اخوكي؟ انا ما صدقت انه ماشي، ده قال لي مسوح زي الكوب. حضري الغداء يا لواحد، وعندك نص يوم اجازه. هعمل لك كوبايه شاي قبل الغداء. شاي ما بحبوش. امال بتحب ايه؟ بحبك انت. والله بحبك انت. خليهم يومين يا لواحد. عارفه يا لولو؟ عارفه ليه الرقاصه وهي بترقص ما بتغنيش؟ ليه؟ عشان الغنى حرام. حلوه؟ قوي. يا مش معقول. المكان يجنن، كل حاجه جميله. عجبك المكان يا لولو؟ قوي قوي يا حبيبي. تصور؟ انا عمري ما اتفسحت من يجي 10 سنين كده. وايه اللي حبسك قط؟ كانش في حاجة تتفتح عشان يا الله. يا أمه، هي دي الدعوة اللي هتعرفها لي
امي دعت لي دعوه حلوه. والله ميه وخضره ووجه جمالات الجميل. يا اختي على كلامك الحلو بتجيبه منين؟ انا ما بجيبش حاجه من عندي يا اختي. امال ايه؟ انا بسيب قلبي يتكلم وادي له زور يقول بيه. اي 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 الحق ايه؟ الحق الحق ايه؟ قلبي ماله؟ قلبي بيدق بيدق جامد قوي. بيتملي منين عشان ينبهني؟ لك يا تزعلشي. انا مش قادر استغنى عنك، انا حاسس ان ربنا هيكرمني فيك. وانا كمان، بس انا كمان بقيت اخاف عليك قوي. من ايه؟ من التسليم والتسلم. ده كلام يا لولو؟ مش عيب تحترمي جرؤتي وشجاعتي؟ فكراني من العيال بيجي بيجي اللي بتروح وتيجي؟ ولا من العيال الساسه الساسه بتوع المصاصه؟ ها؟ انت؟ يا لهوي عليك انت، ده انت شويه رجاله في بعضه. انا جعت قوي. ايه بقى؟ جعت. هو الحب بيجوع؟ الجوع بيحبب. طب خد. كنت فين يا اخويا؟ اتاخرت ليه؟ كان في ايدي لقمه باكلها. الاشاره جت الميعاد الليله، انت عارف هتعمل ايه؟ انا عارف كل حاجه. اوريا انا يا رجاله جاهزه تطلع معاك. خد تمام. يلا يلا. تضحك على ايه؟ حلو الاول الاطفال اللي بيلعبوا في التلفزيون دول، لازم شوف بيلعبوا الكوافير والكور ازاي؟ من مصر دول؟ انا عارفه بقى. ما شاء الله. شوف الواد عينيه زرقاء ازاي؟ انا كنت عايزه اكلمك في الموضوع ده يا بنت. كلمني فيها يا زينب. في الكوافير؟ لا في العيال. انا عايزاك تتجوز. عايزك تتجوز عليكي؟ لا طلقني واتجوز. ليه؟ عشان تخلف يا ابو الدهب. مش انت نفسك في العيال؟ وانا خلاص مش هخلف تاني، انا شلت الرحم. ذنبك ايه انت معايا؟ هو انا كنت اشتكيت لك ولا بقى انت اللي مش عايزاني؟ انا ما استغناش عن تراب رجليك يا ابو الدهب. يا زينب انا لو كان ابص غيرك ولا اعرف غيرك ولا اتجوز حتى غيرك. صحيح والنبي يا ابو الدهب. يا بنت انا ليا حد في الدنيا غيرك؟ شيل الكلام الفارغ ده من دماغك. يلا قومي. شوف عمال يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه، عمال يقول لي ضفدع من الطياقه. ايه؟ الضفدع من الطياقه. المعلم يقول اي حاجه، واي حاجه يقولها تتسمع وتتطاع. طاع؟ ماشي، ماشي هبص. امشي يلا، امشي. شايفين؟ جالكوا كلام يا قفصه؟ يسعد. يسعدك عايزاك. مش معقول. مش ممكن. كل التقارير والتحريات دي. ومش عارفين تجيبوه. يا فندم ابو الدهب حريص جدا واستحى الامر. المهم اللي ورا منه. هاتوه هو اللي ورا منه. عشان نجيبه يا فندم لازم يكون فيه تخطيط. طب ما بتخططوش ليه؟ خططنا يا فندم ومش ساكتين، وعشان كده بنشتغل في صمت. قدام حرصه الشديد لازم الخطه تكون على نفس المستوى. عشان ما يجيش محامي شاطر ويطلعه بعد ساعه ويبقى كاننا ما عملناش حاجه. انا مش عاوز كلام. انا عاوز فعل. عاوز شغل. مين؟ فكرية. أنا. أنت مين؟ أنا أبو الدهب. ما أنا عارف. عايز إيه؟ لا مؤاخذة يا معلم، مش هقدر أفتح. إيه اللي بتقولي ده يا فكرية؟ لا اللي سمعت. وبلاش تيجي هنا تاني. افتح الباب اتصرف يا فكرية. لا اللي هنعيده هنزيده ولا إيه؟ هكسر الباب. وعلى إيه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ وايه الفضايح دي؟ انت ايه اللي في ايه ده؟ انا عملت لك ايه؟ ايه يا فكريه في ايه؟ اهلا. ازيك يا اخ حسين؟ انا معلش اصل انا قلقت عليك. خلاص. اتفضل بقى وما تجيش هنا تاني. استنى. خد الحاجه اللي انت جايبها معاك.
يا معلمي. اعمل لي قهوه. باقي عليك ما نمتش يا معلم. اعمل لي قهوه. حاضر. أنا أبو الدهب يا فكرية، أنا ما نمتش امبارح طول الليل، أنا عايز أعرف إيه اللي حصل، في إيه؟ فكرية، فكرية، واحدة قهوة صحصح، ده مصحصح من غير قهوة. انا عايز اعرف انا عملت ايه. اما خضتني الفكرية عيب، ده انا بحبك. ما كانش يتعز. طب في حد تاني؟ ما فيش حد غيرك. طب امال في ايه؟ معظم تسمينا شويه، ممكن نقعد في حته هاديه نتكلم فيها مع بعض بدل الناس هنا متفرجه. ما هي دي المشكله. مشكله ايه؟ الناس. انا اتفضحت والناس بتتكلم عليا وبتقول حاجات وحشه وانت السبب، وانا سمعتي طول عمرها زي البرلنت. احنا بنعمل حاجه غلط، احنا بنحب بعض يا فكرية. انا بدوس على قلبي وبحافظ على كرامتي. يعني لسه بتحبيني؟ انا عمري ما حبيت حد غيرك، لكن لا، صليت وتوبت وقلت يا ربنا سامحني على اللي انا عملته. هو اللي غلبني بنظراته وخلاني اعمل حاجات وحشه، سامحني يا رب. الحل ايه؟ تتجوزني. اهلا يا ابو الدهب. اهلا 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 يا باشا. اهلا اهلا، اتفضل. اهلا يا باشا. يا لسه مغلباك برضو؟ يا مين يا باشا؟ الست اللي انت بتحبها. طب وانت عرفته منين؟ راجل مهم زي ابو الدهب لازم نعرف عنه كل حاجه. ماشي، خلينا في الشغل يا باشا. انا ليه راي. خير؟ انا عايز احتكر السوق. نعم، يعني عايز اشيل كل البضاعه اللي بتخش البلد، ومحدش من المعلمين الكبار الثلاثه يشيلوا ايه. انتوا لكم فلوس، بدل ما تاخدوها من اربعه تاخدوها من واحد. عمتك ازيها؟ عمتي كويسه وتشتروا دماغكم. طب والثلاثه الكبار يعني يبقوا يشتروا مني؟ افرض انهم رفضوا انهم يشتروا منك ولجأوا المصدر تاني. دي برضه ما فاتتنيش، لان المعلومات اللي عندي اللي انا متاكد منها ان كنتوا المصدر الوحيد لتجاره المخدرات في البلد. ايوه صحيح، انا الراجل الكبير، بس يعني الحكايه دي لازم نعرضها على الراجل الاكبر. وسيادتك مش الراجل الكبير برضه؟ ايوه انا الراجل الكبير، بس في اكبر مني وفي الاكبر منه وفي اكبر من احنا كلنا. طب وفين بقى الراجل الكبير قوي ده؟ هو قريب، هو بعيد، هو هنا، هو هناك، في كل مكان. أنا مش ممكن أقابله؟ أنا هعرض عليه الأمر، وبعدين أقول لك. طيب يا باشا، المهم أنا في الانتظار. علينا نحكي، إحنا عاملين كده زي فيلم سمارة. سمارة. وصلوه. وصلوه، دي بقى بتفكرني بفيلم فيلم سلطان، بس الدنيا فسحوه. طيب يا باشا بالاذن، عشان عندي ميعاد. اتفضل، مع السلامة يا ابو. الله يسلمك. المعلم واصل. مالكوا فيه؟ البوليس قبض على ابو هاشم ومعاه المخدرات.
قبض عليه فين؟ في شبرا، ربنا يستر وما يكلمش. خطا خطا، ممكن يكشفك كلية. ما تفوتش في وشي يا اخي، انا عارف الرجاله بتشتغل معايا كويس. ايوه بس يا معلم. اقول لك ايه، هو اتمسك صحيح بس مفيش حاجه هتحصل يا معلم. ابو ريا. انا يا معلم. هات هذا الشنطه، ال10000 جنيه دول تروح للاستاذ طاهر المحامي تقول له اقف جنب الواد لغايه لما اشوفه. ربنا يستر معاك. يلا سعد قوم. 5000 جنيه دول توديهم لجماعه ابو هاشم وتقول لهم المعلم بيقول لكم اصرفوا لغايه ما اشوفكم. ربنا يكرمك. مالك يا ابو الدهب؟ شوف شغلك يا جمالات. طبعا انا عجباني شهامتك ورجولتك قوي. في ايه يا بيه؟ في انك مش عايز تعترف على الراجل بتاعك. اعترف على ايه يا بيه؟ راجل مين؟ ابو الدهب. اسمع يا ابو هاشم، انا عايز اقولك على حاجه. انت بتضحي بنفسك عشان واحد ما يستاهلش. يعني ايه يا بيه؟ يعني انا افهم انه لو كان جدع معاك وبيصرف على عيالك كنت تبقى جدع معاه، انما انا معلوماتي انه طرد مراتك ومرضيش يصرف عليها وضرب عيالك وكرشهم، وانت اهو بقالك 5 6 ايام في حاجه. ويصرف على مراتي ليه يا بيه؟ هو ماله مال مراتي؟ لا انا اعرفه ولا هو يعرفني يا بيه. لا يا ابو الدهب. نعم تعرف طبعا المبلغ اللي هتشيل بيه السنه دي. النظام هيختلف. نظام الدفع يعني؟ لا دفع ايه، نظام التسليم والتسلم. ازاي يا باشا؟ الكميه الكبيره اللي انت هتشتغل فيها دي محتاجه خطه وقوه. موجودين باذن الله. الراجل بتاعنا ده بقى هيفهمك تعمل ايه بالظبط. الإشارة الأولانية 13 ثانية تبقى الإشارة الثانية. مش عايز غلطة. جاهزين؟ جاهزين. ربنا يستر. كده تمام. ربنا يستر. أستاذ غني الكلام ده عند أم ترتر. أم ترتر معايا هي ولا إيه؟ مش عايز غلطة. أي غلطة أبو الدهب هيقطع رقابينا. ماشي. البضاعة مدفوعة ثمنها مقدم، مدفوع فيها هايف كتيرة، مبلغ مهول. أنا اللي جايبني قلبي مش عالي فكريا، وأنا اللي محيرني قلبي. بس بس إيه؟ شروطي. نتكلم. بتي يا لواحد، خلي الباب مفتوح لأحسن في راجل غريب. وما اختار راجل وست إلا والشيطان تالته وأنا تبت. أنا غريبة فكرية؟ ده أنا بحبك. تحبني تتجوزني وانا هخلف لك بدل العيل ست. خلاص يا فكرية، احنا هنتجوز كده بقى نبقى حبايب وتقدر تقعد. الشربات يا لواحظ والمأذون. استنى ده ايه ده، بيتك ومطرحك دلوقتي. بس اقدر ادب صوابع العشرة في عين اللي يفتح بقه علي. ربنا يسامحني بقى على اللي فات. يا بنات. البضاعة وصلت؟ وصلت، وصل معاها بطل الأبطال سعد بعد ما قام بأكبر عملية. ألف مبروك يا أخويا. أمال هما فين؟ فرقتهم وديتهم أجازة 5 أيام، لكن سعد هينام ساعتين ويجي على طول. المهم نوزع البضاعة دي من غير مشاكل. ما تخافش، الطلبات اللي علينا أكتر من البضاعة اللي موجودة. البلية كل ما دارت بتلحق أكتر وأكتر. الله أكبر الله أكبر. بس تفتكر الثلاثة التجار الكبار اللي احنا خدنا حصتهم هيسكتوا على الوضع ده؟ هيعملوا ايه؟ في ايدهم يعملوا ايه؟ جم ورجليهم فوق رقبتهم وطلب جم. جم وطلبوا بتاعتهم وقلت لهم هسلمهم على 5 أشهر، ايه رأيك بقى؟ بس برضه نحرص. ما تخافش يا ابو المعلمين. كويس انك جيت. خير؟ مبروك يا حبيبي، الف مبروك. انا حامل، هجيب لك العيل. يا صلاة النبي، السرعة دي مش معقول. هلا مش معقول ليه؟
مش كل النسوان زي بعض، احنا حاجة تانية. انا مش مصدق نفسي، اخيرا ربنا هيعوضني بحتة عيل بدل اللي راح. هتديني ايه بقى؟ اديك عيني. تسلم عينك. انا عايزة عربية جديدة وحتة ارض في عبدين. عربية بس؟ والعربيتين ارضين عبدينين. بس النبي تخلي بالك على الولد. حاضر. ما هي الحاجات دي هتروح لمين؟ ما هي لابنك. يوه قصدي لعيالك. هخلف لك ستة. ربنا يسمع منك. مش معقول. الله، وقفت ليه؟ ما تقعد. انا فرحة مسيعاني، انا عاوز انزل في شارع مصر كلها ارقص. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ايوه انا زينب. مين؟ مش مهم. على العموم انا عايز اضيف لمعلوماتك انه جوزك متجوز عليكي واحدة تانية اسمها فكرية. انت كدابة كدابة. ومال كدابة كدابة. على العموم هو جايلك في السكة وبكرة هيكون عندها، هتلاقي عربيته قدام فيلتها، فيلا 5 شارع 6 بالمعادي. اقفلي بقى يا موقعتية، انا عارفة جوزي كويس. مساء الخير يا زينب. مساء الخير يا بابا. ايه مالك؟ مالي؟ ما انا قاعده ساكته اهو، شايفني بشلت ولا بضرب بالنار؟ ما شاء الله، ايه الكلام اللي زي العسل طالع من بقك ده؟ في ايه؟ انا اللي كلامي زي العسل؟ خلاص احنا راحت علينا، بقينا كراكيب، كلتنا القطه. يا العب هدومي لوحدي ولا ايه؟ انا ناسيه ان انا الجاريه بتاعتك. عياني مش قادر قوي نتجوز بقى يا سعد. ده ان وان واستوى. مستني ايه؟ لما تديني النور. ما انا منوره من زمان. تفتكر المعلم هيوافق؟ هيوافق يا اخويا، ما يوافقش ليه؟ ده انت برضه سعد دراعه اليمين واللي ساعدته في اكبر العمليات. وانت برضه المعلمه جمالات على سن ورمح. هيوافق يا اخويا، مالكش حاجه، ده اخويا وانا عارفاه ويحب يشوفني سعيده. ولعلمك بقى انا عايزه الجوازه دي النهارده قبل بكره. وانا ده انا بعد الساعات والدقايق. خد يا حبيبي. ياخد عدوك. ايه دول؟ اصرف وبعزم. ما انا معايا كتير وبعدين ورا بعضه كده اتعب. بتشقى يا حبيبي وتتعب ولازم تسهر وسط الرجال. يساعدك. يساعدك. يا حبيبي يا ابو الذهب. ربنا ما تحرمش منك ام ايهاب. خلاص سميته ايهاب. وبعدين دي خبر حلو. انا مش مروح النهارده ولا بكره ولا بعده. قلت لزينب ان انا مسافر وحبيت الثلاث ايام دول هنا. ايوه ايوه. حق ربنا تبات عندي 4 ايام وعندها 3. معلش معلش برضه نقصك بخاطرها. اتكي قوي اتكي قوي. حاضر. الله 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 الله. ابو الدهب. نعم. الحق. ايه؟ حوش. ايه في ايه؟ زينب زينب انا اصلا فرسة لما بتنصاب بيضربوها بالنار، وانا بقيت فرسة لا ليا عوزة ولا قيمة. كفاية يا زينب.
عيش حياتك يا بودها، اتمتع. انا مش طالبه منك غير حق العيش والملح. خليني عايشه جنبك، ما تطلقنيش، عايزه اعيش بقيه العمر كله جنبك. انت مش بس جوزي، انت ابني، بحس انك ابني. والابن بيغلط والام بتسامح، وانا مهما دعيت عليك بلساني قلبي بيقول سامحه يا رب، سامحه يا رب، سامحه. السلام عليكم يا معلم. أهلا سعد، اقعد. عفوا يا معلم. اقعد يا هلا. تشرب ايه؟ شارب. الحمد لله ان مزاجك رايق عشان عايز اتكلم معاك كلمتين. خير يا سعد؟ طبعا عارف ان انا راجلك ودايما في خدمتك، والحمد لله لحد دلوقتي مفيش غلطه، دايما عند حسن ظنك. خير؟ الصراحه انا عايز اتاهل. تتجوز يعني؟ مبروك يا سعد. ايه عايز نجي معاك اخطبها لك؟ ماشي يا عم هاجي معاك واعمل لك فرح ما حصلش. تحب اجيب لك مين؟ عدويه؟ ربنا يخليك. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك. مين المحروسه بقى؟ الست جمالات. مين بقى؟ الست جمالات. جمالات مين؟ اخت سعاده حضرتك. عايز تتجوز جمالات اختي انت؟ ايوه. ربنا يخليك يا معلم. ليه؟ حبيتها. حبك برص ومدار. اه ما انت ابنك اللي عاوز تتجوز اخت جمالات انت. حظك حلو ان محدش سمعك وانت بتقول الكلام ده، ولا كنت خلصت عليك نهائي. اسمع يالا، اذا كنت عاوز تاكل عيش معايا اوعى تجيب سيره الموضوع ده تاني على لسانك، وانسى الكلام الفارغ ده نهائي. انت فاهم ولا لا؟ وخليك فاكر انك انت صبي عندي. بقول لك مني بقى اقعد اتكلم معاك خلاص عاوز تتجوز اختي؟ لا يا روح امك، لسه ما هزلتش. يلا يلا ما تجيبش سيره الموضوع تاني على لسانك. يلا كده. هنا يا بيتي ده جواب من الكسبة غير المشروع، عايزين يعرفوا ثروتك. ايه الكسبة غير المشروع ده؟ والله ده الموضوع كنت عايزه اكلمك فيه من بدري. هما بقوا يحوموا حواليا خلاص، اصل الاعداء كتير وناس كتير بقت تلسن عليا. ما هو شاكين انك من تجار الصنف. صنف ايه؟ يعني بتجري في البن. ايه على ماما يا ابو الدهب، هتخبي على مراتك حبيبتك؟ ما زي ما الحكومه عارفه والناس عارفه، انا برضو عارف في كلام عليك طبعا. بس ما حدش يقدر يمسك عليها حاجه وانا مؤاخذه. حبيبي انت لازم تاخد بالك من نفسك. انا عندي فكرة، انت تاخد احتياطاتك وانا بقى الفكرة اللي عندي هتغلب بيها. بجد؟ الا بجد. انت تكتب لي كل ثروتك. يوه اتخضيت كده ليه يا راجل؟ انا مش مراتك وام ابنك، ويعني ايه يعني تبقى الفلوس باسمي ولا باسمك؟ دي كلها شكليات. طب ليه؟ ازاي بقى؟ افرض بقى حبسوك بقانون الطوارئ ولا فرضوا عليك الحراسه،
في الحالة دي هتخسر كل حاجة يا أبو الدهب، وابنك بقى يلف ويدور في الشوارع ويشحت، وأبوه من أغنى الأغنياء. وبعدين تعالى هنا، كل الناس الغناي والناس اللي فوق بيكتبوا ثرواتهم باسم نسوانهم. إذا كان على الواد أول ما هيتولد هكتب بالفلوس كلها باسمه. وافرض عملوا عملتهم قبل الواد ما يتولد. الله جريه فكريه انت بتبشر عليا ولا ايه؟ الله يا لهوي، ده انا الموت عندي ارحم اقصى عليك. بس خليك فاكر ان في المدعي الاشتراكي، وفي الكسب غير المشروع، وفي 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 ايام. ما نأمنش نفسنا ليه بس يا ابو الدهب؟ انا هأمن على الولد. يعني ايه؟ وحاول باسمك نص الفلوس. ما ينفعش. اسمع كلام انا بس، انا عايزه المصلحه، ولما يجي الواد ابقى اكتب له اللي انت عايزه. هو احنا عندنا دلوقتي كام؟ يعني الحمد لله قطعت الفلوس وسنينها اللي انا بحبها ولا بحب سيرتها. معلمة ليه يا ده انت؟ طب اقول لك حاجه، ايه القعده غريبه دي يا جمالات؟ بتعمل معايا كده ليه يا ابو الدهب؟ انا مش قلت لك ما تتكلمش معاها؟ مش قلت لك ما تتكلمش معاها؟ اه طب بس اقول لك اسمع انا، انت ضحكت عليها، انت هتضحك عليها انا كمان. اسمع روح امك، انت من اللحظات دي مالكش عايش هنا. طب اسمعني انت فاهم ولا لا؟ اسمعني بره بره. ابو الدهب الواد طمعان فيكي، طمعان فيكي. ابو رايا واجي يا معلم، الواد ده ما تخشش هنا تاني. نبه على كل زبايننا ما تعملوش معاه، ما يتعاملوش معاه. هتصول ده كلام تاني معاك بس مش قدام الناس. على مالك، على أقل من مالك. أخبار ابني إيه؟ أي بومب، والدكتور طمني خالص، كلها كام شهر والبيشر. ابو الدهب يا عيون ابو الدهب، انا عايزه. عايزه ايه؟ اموري وسع كده. انا عايزه اتطلق. ايه؟ انا بقول لك عايزه اتطلق. تطلقي ده ايه؟ انتظري يا بنت. ما بهزر، انا بتكلم جد جد جد. عايز تطلعي ولا بتضحكي؟ الله، انا عايزه يبقى لي ذمه ماليه مستقله وما اتحطش تحت الحراسه، فاهمها كده؟ وعشان كده مش لازم ابقى مراتك. حراسه ايه؟ قلت لي نتجوز اتجوزنا. اكتب لي كل فلوسك عشان المدعي الاشتراكي وكسب المشروع اللي بتقول عليه ده، وكتبنا. ما هو هيبقى طلاق كده وكده. انت صدقت برضو ان انا اقدر استغنى عنك؟ انا بعبد. امال ايه بس؟ خليك عاقل، انت بعد ما تطلقني هتبقى في ايدك ورقه الطلاق، وبعد يومين اتنين تردني من غير ما حد يعرف، واما يسالوك تقول دي طلقتي وتوريهم ورقه الطلاق، وكده تكون فوتت فلوسك من الحراسه، وانا كمان هبقى في نظر الحكومه طلقتك، وبكده هبقى فوتت ذمتي منك كمان. انت مخك ده ايه؟ فكر فكر براحتك.
عشان تعرف انه حبيبتك فكريا هي ام الافكار. مش عارفه توافقين عليها ولا لا. انا موافقه على اي حاجه تقول عليها، المهم افضل جنبك على طول. انا خلاص عايزه اتجوزك يا سعد، ما بقتش قادره استغنى عنك. جمالات انت دلوقتي معاكي فلوس؟ معايا فلوس كتير. ومعاكي سر البضاعه؟ معايا. واحنا اللي بنعمل الشغل كله، انا اللي بطلع مع الرجاله، وانا اللي بستلم البضاعه، وانا اللي بعرض حياتي للخطوره. مظبوط؟ مظبوط يا حبيبي. وانت بتوزع البضاعه وبتعرضي نفسك للخطر. مظبوط؟ مظبوط يا حبيبي. يبقى هو ملوش لازمه، يبعد عننا بقى، نخلص منه. ايه انت عايزني اقتله؟ اقتل اخويا؟ لا لا لا، قتل ايه؟ هو انا عمري عملت حاجه وحشه في حياتي؟ انا مش مبسوط بالحكايه دي. احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. ها غيرت رايك وعدلت عن الطلاق يا سيد ابو الدهب؟ غير ده ايه؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ لا اصل احنا متفقين مع بعض يعني. يلا ارمي اليمين يا ابو الدهب. مش قادره، مش قادره تطلع من بقي. اول مره اشوف واحده بتدفع زوجها لتطليقها دفعا وهي تبتسم. اسكت انت مش فاهم حاجه. معلش يا حضرة المأذونة، أصل الست بتاعتي بتدور على الفايدة، أصلها الطلاق ده يعني هيبقى فيه مصلحة. وهي أصلها بتحبني أوي ومخها كبير وما بطلش تفكير في المصلحة. وبعدين هي أم ابني وحامل يعني، بس إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بقالي 36 سنة مأذون لم أسمع مثل هذا الكلام من قبل. ارمي اليمين يا بنتها. انت انت طالب. اتفضل يا سيد ابو الدهب، وقع هنا، تفضل. لاحظ انها وقد ابرأتك، لا يجوز ان تعود الى عصمتك دون رغبتها. ايوه ايوه احنا متفقين مع بعض. الدهب. ما هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لك إيه حبيبي؟ إحنا ممكن نكون متراقبين، يعني إحنا عايزين نعمل متطلقين بحقه حقيقي. أوعى تتصل بيا أو حتى تهوب ناحية الفيلا. ها؟ يعني إيه مش فاهم؟ هما كام يوم كده بس وهنتقابل في السر. أنا بعمل كده لمصلحتك. آه! مالكش دعوة بيا أنت، سامع ولا مش سامع؟ يلا جرايه فكريه على راي المثل، خدهم بالمعروف وسيبهم بالمعروف ولا تبعهم. بقول لك ايه، انت مجرد حتى الطليق، مش عايز اشوف وشك تاني. هاي يا سلام. فكريه انت عايز تخلي ولا ايه؟ ما تمدش ايدك عليا. لك جرايه طلعتها خلاص، مجهور في داهيه بقى. حسين حسين فاهم اخوكي؟ اخوها؟ لا ابوها. خلاص ابوها ده خطيبها يا حمى. متجوزين وهنتجوز. سمحت. افتح لنا شنطة العربية. اتفضل. ايه ده؟ دي مخدرات يا سيدة بالذهب.
مخدرات. مخدرات في عربيتي؟ ليه لا؟ مش حضرتك برضو بتتاجر في المخدرات؟ حتى لو بتتاجر في المخدرات هاخد غلطة زي دي هحط مخدرات في عربيتي؟ في تاجر مخدرات بيحط مخدرات في عربيته ولا؟ كده تبقى حضرتك متلبس. متلبس، دي مؤامرة. مين بقى اللي حط لي المخدرات دي؟ البنت اللي ضحكت عليا وخدت فلوسي ولا الواد اللي ضحك على اختي سعد؟ هو سعد بيشتغل معاكم؟ يلا. ولا معانا؟ يلا. ولا الراجل الكبير؟ يلا. ليه يا جماعه تعمل فرح بعد ما اخويا يخش؟ ما اخش السجن وتتجوز مين؟ الواد اللي كان معايا ما يحب يشوف ولا طيقه. انت زعلان على الفرح وما انت زعلان على اللي عملوه. عملوا ايه تاني؟ هما اللي دخلوا المعلم السجن، هما اللي دسوه المخدرات. اسمعك سمعت الكلام ده قبل كده وداني مش مصدقها. لا يا اخويا بصدقها وده اكبر دليل. شاد انت انا جاك زقف لغديرك. السلام عليكم. مش المعلم الكبير ابو الداب؟ يا اهلا وسهلا. محسوبك ابراهيم جمعه من تجار الصنف اللي على قد الحال. اهلا وسهلا. انا يا ست الحميد ابراهيم تعمل لي فيها سنه مش في فيلم سماره يعني؟ طب كان جابوا ظابط من منطقه بعيده. وفر على نفسك كل اللي بتدور في دماغك. انا مش هتكلم في اي حاجه ولا حول اي حاجه. انا مش عايز اوقعك ولا حاجه. دي شغلانه ظابط اصغر مني بكتير. انا عايز اشرح لك كل حاجه. وانا مش عايز افهم اي حاجه. كده تبقى خدت مقلب كبير قوي. كلهم باعوك، خانوك، وطلعت من مولد بلحمص. يا ابو الدهب حضرتك عايز ايه بالظبط؟ لا مؤاخذه عشان ما اقدرش اقوم. جايين يدوروا على البن. بن ايه يا ابو الدهب؟ انا راجل بشتغل في الطماطم. ما انتش عارف يعني ايه الطماطم. احنا مش جايين نهزر. حضرتك معاك اذن نيابه. ايوه اتفضل. خلاص بقيت مرشد يا ابو الدهب. ماشي يا سبع البرومبه. فتوش القصر. استنى من فضلك. حضرتك استأذنت من رؤسائك؟ يعني ايه استأذن من رؤسائي؟ اتفضل حضرتك رد على التليفون ده علشانك. ملعوب. التليفون ده عشان سعادتك يا فندم. الو؟ اي يا فندم. لا لسه ما فتشناش يا فندم. موقف ايه يا فندم اللي حطنا فيه؟ لا ما اي يا فندم بس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. اجمع كل الناس يا عمرو، هنمشي. لا! ده تاجر مخدرات! Thank you.
تعرف تعوم؟ لا كويس. انا بحب شقتك، انا قد من 1 لـ5 هتنط في النيل. اذا كنت غلطان في حقي هتاخد جزاك، واذا كنت انا اللي غلطان هتعيش. بس انا ما بعرفش اعوم. هتنضف. يلا 1 2 3 4 جايالك. إن كان على الفلوس في الحفظ والصوم، وإن كان على المدعي الاشتراكي، خلاص. لا أبو الدهب، أنا بحبك وأنت كمان بتحبني، مش كده؟ أنا بحبك. Thank you.
حضرتك العمالة.